أنيوسيا، كيفكم ميداي؟ ازيكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا من الفيديو فات. النهاردة هاخدكم معايا في يومي عامل ازاي في مركز الرعاية، بعمل ايه في مركز الرعاية من الصبح لحد بالليل، وبقضي اليوم ازاي، وهما بيتعاملوا معايا ازاي في كوريا. فيا رب فيديو النهاردة يعجبكم. اول حاجه انا بصحى بدري جدا بسبب جميله، اتعودت ان انا اصحى بدري، وما زلت لسه بعاني من الم عمليه الولاده القيصريه، ولكن الحمد لله انا في فضل ونعمه من عند ربنا ان انا بقيت بصحه. اول حاجه بعملها اول ما بصحى من النوم ان انا بشرب ميه على قد ما اقدر، لان بحاول اعوض كل السوائل اللي انا فقدتها وقت عمليه الولاده علشان اقدر استرد صحتي بسرعه. وبرتب السرير حاجه بسيطه كده، لان هما كده كده بييجوا ينظفوا السرير والاوضه مره تانيه، ولكن انا دايما بحب اسيب حته نظيفه. بحاول دايما ان انا اصحى قبل حبيبي علشان اجهز نفسي، اغسل شعري، اغسل وشي، اسناني، يعني اللي هي النظافه الشخصيه، بحيث ان انا ما يبقاش في اي حاجه تعطلني عن حبيبه، ومش مسموح ليا ان انا اخد شاور كل يوم. فعشان كده بستخدم الشامبو الجاف لشعري كل يوم تقريبا عشان ما يبقاش في اي عرق او اي حاجه، وبكمل بقيه نظافتي الشخصيه من غسل وشي واسناني. بعد ما بخلص باخد الفيتامين بتاعتي، وبستنى التليفون اللي هو بتاع الحبيبة ان هي صحت من النوم وان هم حموها وكل حاجة عشان اخدها الأوضة عندي. بعد ما بخلص رضاعة الحبيبة بنيمها، وبحاول ان انا اهديها على قد ما اقدر. في الوقت اللي انا كنت بنيمها فيه بهديها بوسة، لقيتها بتضحك في المراية، فبجد المشهد عجبني قوي واتصور بالصدفة حقيقي، بجد من احلى المشاهد اللي انا صورتها، وطلعت طبيعية جدا جدا بدون اي ترتيب، فبجد كانت من احلى المشاهد اللي انا صورتها. بعد ما بنيم حبيبة وديها للممرضة عشان تهتم بيها، وهاخد الغسيل بتاعي وبطمن عليها قبل ما امشي علشان اروح اعمل المهام اليومية بتاعتي من الفحص الصحي بتاعي، احط الغسيل في السلة الخاصة بي عشان يجيبهولي في نفس اليوم، واعمل الفحص الدوري بتاعي اللي هو فحص الضغط، القلب، الوزن، كل الكلام دوت، عشان اكتب المعلومات دي عني كل يوم عشان الممرضات يبقوا عارفين حالتي الصحية عاملة ازاي، لو في حاجة او اي حاجة لا قدر الله هم يبقوا متابعين معايا باستمرار. ودوت الفطار بتاع الصبح اوبن بوفيه، بختار منه الحاجات اللي انا اقدر اكلها، وبصراحه هم بيهتموا قوي بالحته ديت. يعني النهارده كان الفطار سمك، سيبيا، كيمشي، وسلطه، وطبعا شوربه المياه الكوك مش هننساها، ورز.
ويعتبر الأكل دوت أكتر صحيا للسيدة الوالدة، بيساعد على تحفيز العناصر الغذائية في الجسم. ولازم أول مرة يصحى من النوم يطمني على جميلة ويبعت لي صورها. بعد ما بخلص فطار بتيجي الموظفات المسؤولة عن التنظيف عشان ينظفوا الأوضة ويغيروا بلاية السرير وكل حاجة. فبصراحة ديت من الحاجات المميزة والجميلة جدا جدا في المركز وعجبتني قوي. ومش بس بيغيروا السرير، لا بينظفوا الأوضة بالكامل من كل شيء. وبروح اطمن على حبيبي مره كمان وبستريح شويه في الاوضه. بعد الفطار بيدونا سناك، دايما بيحاولوا ان هم يدونا سناكات علشان ما نحسش بالجوع، وفي نفس الوقت جسمنا يبقى متحفز ويبقى قوي ويسترد صحته بسرعه. وبحاول ان انا على قد ما اقدر يا بكلم ريان اطمن عليه هو وجميله، يا بكلم ساره. فبجد يمكن من دي من احسن الاوقات اللي انا بحبها في اليوم. بنتظر لحد ما يجي ميعاد الكورس المخصص لينا للعناية بالأطفال وازاي نهتم بيهم. الكورس ده سواء كنت خلفت أول مرة أو تاني مرة، ده بيبقى لكل الأمهات ودايما بيبقى فيه معلومات جديدة ومفيدة. حتى لو انت عندك بيبي أولاني، بجد أنا بحب أحضر كل الكورسات اللي بتعملها مركز الرعاية. لو عايزيني أعمل لكم فيديو عن مركز الرعاية قال لي إيه وعلمني إيه، اكتبولي في التعليقات وأعمل لكم الفيديو إن شاء الله. وبعد ما بنخلص الكورس بناخد الغداء. الاوقات بتاعت الاكل بتبقى مختلفة عن الاوقات بتاعتنا في البلاد العربية. لو اتغدى النهاردة وكان في لحم خنزير للأسف، وعشان كده هم عارفين ان انا باكلش لحم خنزير، فبيلزقوا دايما ورقة لو في اكل فيه لحم خنزير بيلزقوا ورقة ان هو ده داخل فيه لحم خنزير فما تاكلهوش. فدي صراحة كانت من الحاجات اللطيفة اللي عملوها. شوربة النهاردة مش الميوكوك، شوربة السبانخ ومعاها التبوكي ودجاج حلالية و السلطة والأطباق الجانبية الكورية. بعد الغدا بجيب حبيبة معايا، بفضل اخليها معايا على قد ما اقدر طول ما انا قاعدة في الأوضة مش ورايا حاجة اعملها. لو انا برا الأوضة بوديها للممرضات يهتموا بيها. فبصراحة بحاول على قد ما اقدر الوقت اللي هي تاخد فيها رضاعتها تبقى معايا لحد ما تبقى مستريحة خالص، وابتدي انا اشوف بقية اللي ورايا ايه. بعد ما بخلص بروح على كرسي المساج علشان احاول على قد ما اقدر ان انا اريح جسمي عشان استعد للمحركة بعد كده اللي هتبقى موجودة انا وحبيبة معايا فيها. فكرسي المساج عندي في البيت، ولكن ده كرسي احدث منه وبصراحة حلو جدا جدا ومريح جدا جدا جدا. بيساعد على تخفيف الام العضلات وفي نفس الوقت بيخفف الام العظام. ممتاز ممتاز، مفيد جدا جدا. كل شوية بروح اطمن على حبيبة واجي علشان اتأكد ان هي كويسة. ودوت كان شكل العشاء، بصراحة كان لذيذ جدا جدا. حط كل الاطباق الجانبية اللي انا بحبها بالذات الباذنجان بالجمبري، ممتاز ممتاز. عشان النهاردة سمك، شوربة الميكوك، باذنجان بالجمبري المقلي وسلطة وبرتقال. بعد ما بخلص العشاء بحب ان انا اعمل دايما مساج الحوض علشان يرد الحوض لوضعه الطبيعي، وبصراحة مفيد جدا 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 وبيخفف من ألم الحوض بشكل قوي جدا جدا. Thank you.
بعد كده باخد حبيبة وبخليها معايا طول اليوم في مركز الرعاية، بيبقى فيه ساعتين راحة للممرضات، بينظفوا فيه أماكن البيبيهات وبيعقموها، دول الساعتين اللي بيقعد فيهم البيبي معانا. في بعض الأمهات بتودي البيبي بعد ساعتين بالظبط، في بعض الأمهات زيي بيخلوه لحد ما الممرضة تقولي خلاص استريح انتي وأنا هخلي بالي للبيبي. فبصراحة بيبقى من أجمل الأوقات إن انتي تجتمعي بالبيبي مع بعض في السن دوت بالذات، بيبقى حاجة جميلة قوي. ودوت كان فيديو النهاردة، يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش تعليق حلو، سبسكرايب، لايك وشير، وي أنيا.